الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه. اننا فخورون بما تلقاه تجربه الحوار الوطني التونسيه من استحسان ومن تعاطف دولي غير مسبوق، وهو ما يحملنا مسؤوليه المثابره على هذا النهج واعتماده كخيار استراتيجي لإدارة شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يجعلنا نتطلع لأن تكون هذه التجربة بعد استكمالها قدوة لغيرنا من الشعوب التي تمر اليوم بمسارات انتقالية عسيرة لتستأنس بها في تدبر أمورها وفق نفس المنهج. إن النجاحات المسجلة على درب المسار الانتقال التوافقي لا تزال تستوجب منا جهوداً جبارة لتحصيدها وترسيخها حتى تكون منطلقاً لنجاحات جديدة. إننا ندرك أن تحديات كثيرة تنتظرنا وأن مخاطر كبيرة لا تزال تتربص بنا. فعلى المستوى السياسي نحن نتطلع إلى استكمال المسار التأسيسي وترتيب السلطة على أساس ديمقراطي بإنهاء تركيز المؤسسات الدستورية المتبقية والضرورية لترسيخ الحريات ولسد الطريق أمام عودة الاستبداد. وعلى المستوى الاقتصادي علينا العمل على توفير الشروط الكفيلة بعودة الاقتصاد التونسي إلى نسقه الطبيعي وتحسين المناخ العام للاستثمار والشروع في إقرار الإصلاحات الضرورية لذلك. في إطار من التشاور الواسع بين الحكومة والأطراف الاقتصاديين والاجتماعيين وبما يحفظ مصالح كل الفئات والجهات، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين الاستقرار بالبلاد. أما على المستوى الاجتماعي فمن واجبنا جميعاً العمل على توفير مقومات الكرامة وأسباب العيش لكل التونسيين والتونسيات حيثما كانوا، والقضاء على الفقر والحرمان وتفاوت بين الجهات، وهذا يتطلب منا معالجة معضلة البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهادات الجامعية العليا. على المستوى الأمني، ولأن تحسنت الأوضاع الأمنية بصفة عامة وحققت تونس تقدماً في تصدي للإرهاب وحماية الحدود من التهريب، فإن بلادنا ينتظرها عمل كبير لإحداث نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب وفي طريقة التعاطي مع الظاهرة، وهو ما يفترض توسيع دائرة المعالجة في مختلف الاتجاهات والعمل على عزل الظاهرة عن روافدها. صاحب الجلالة، السيدات والسادة، نحن ندرك أن تحقيق الاستقرار في تونس يمر عبر خلق المزيد من فرص العمل لشبابنا والعناية بالمناطق الداخلية وخاصة المناطق الحدودية التي عانت من التهميش عقودا من الزمن، وبات أهالينا فيها يتطلعون بعد الثورة إلى أوضاع أفضل. هذا الاستحقاق يتطلب تطوير البنايات التحتية وتحسين مرافق الحياة الأساسية من صحة ونقل وتعليم وتكثيف الاستثمارات واستكشاف إمكانيات بعث المشاريع الصغرى، خاصة وأن هذه المناطق تزخر بموروث حضاري وتقليدي يمكن أن يكون منطلقاً لبعث العديد من المشاريع سواء في المجال الزراعي أو في الصناعات التقليدية ما تتوفرت التمويلات ومناخ الأعمال المناسب. نحن ندرك جيداً كل هذه المصاعب ونعي تماماً ما ينتظرنا من تحديات، ونحن كلنا إرادة للتعويل على أنفسنا من أجل تجاوز المصاعب، ونتطلع لدعم ومساندة أصدقائنا في كل أنحاء العالم، ونقول لكل من آمن بتونس أننا سنواصل العمل من أجل بلادنا وسنواصل المراهنة على الحوار والتوافق سبيلا للتغلب
على المصاعب مهما كبر شأنها. شكرا لكم ودمتم نصيرا للحرية والسلام. Thank you very much.